بداية لازم حتى نتكلم عن المسؤولية المعنوية والأدبية لازم نتكلم بداية عن ثبوت الخطأ الطبي والمسؤولية الجنائية، لأن ثبوت الخطأ الطبي يترتب عليه المسؤولية الجنائية، وبالتالي يترتب عليها التعويض المادي والمعنوي. نعم، طيب سيدة أبرار، هروب الطبيب هل يضعف من موقف القانوني ويضعه أمام إجراءات قانونية أكثر شدة؟ هروب الطبيب يضعف من في موقفه من ناحيتين. احنا لازم نتكلم بداية اثناء التحقيق، لو انه تم القاء القبض عليه ضبطه واحضاره اثناء فترة التحقيق، طبعا هروبه راح يشكل بانه هو يكون حرم نفسه من امكانية خروجه بكفالة او اي ضمان قد يسبب اخلاء سبيله تراه النيابة العامة. أما لو تمت بعدها المحاكمة وظل هو أيضا هارب، فهني هو يكون هو حرم نفسه من أي دفاع قانوني ممكن أنه هو يقدمه. لكن أن بعين الاعتبار أن الهروب هذا هو يعني بشكل عام يكون موقفه. طيب، وزير الصحة أعلن عن مخاطبة الانتربول لضبط وأحضار المتهم، واقعيا إلى أي حد يمكن التعويل على مثل هذه الخطوة؟ طبعا هي الجهة المختصة بإصدار أوامر الضبط وإحضار للمتهمين سواء محليا أو دوليا موجودين، يعني تمت الجريمة داخل الكويت، المتهمين يتم التعامل معهم مخاطبة الانتربول عن طريق نيابة شؤون التنفيذ والتعاون الدولي، هي الجهة المختصة بمخاطبة الانتربول سواء لإحضار المتهم في القضية كانت رهن قيد التحقيق أو في حالة صدور حكم نهائي. بالتأكيد بناء عليها أيضا تعتمد على مدى وجود اتفاقيات دولية بين الكويت وبين الدولة اللي يكون هارب لها المتهم. نعم، طيب سيدة أبرار، بالعودة إلى الأخطاء الطبية، كيف تقيمين الإجراءات المتبعة مع مثل هذه الأخطاء، وكيف يمكن ضمان شفافية هذه الإجراءات؟ الإجراءات المتبعة هي تقريبا واحدة في جميع الدول، وهي في الأول لازم يتم التأكد من وجود الخطأ الطبي. الخطأ الطبي كيف يتم إثباته؟ من خلال الطب الشرعي، تكون هناك في لجنة تحقيق ولجنة طبية مختصة حتى يشوفون إذا كان في هناك خطأ متعمد، خطأ بسبب مخالفة الأصول العلمية المقررة في مهنة الطب، أو أنها بسبب الرعونة خطأ جسيم أو يسير. بالتالي مجرد ثبوت الخطأ فهو يضع الشخص أمام المسؤولية المدنية، فيحق لأي شخص بناء على ثبوت الخطأ مطالبة الوزارة أو والدكتور بالتضامن، يعني فهذه يعني تضمن لأهل المتوفي بأنه هو يحصل على حقه في التعويض حتى لو كان المتهم ظل هارب، من خلال المسؤولية التضامنية بين الدكتور ووزارة الصحة، فهو بالتالي يقدر أنه هو يرجع على الوزارة في التعويضات المادية بعد صدور حكم جزائي بالإدانة وثبوت الخطأ الطبي على الدكتور. طيب، مقارنة بالدول المجاورة والعالمية أيضا سيدة أبرار، كيف تصنفين التعاطي في الكويت مع ملف الأخطاء الطبية؟ ما في دراسات واضحة أو إحصائيات تشير لنا عن مدى وجود الخطأ الطبي أو نسبته في الكويت، يعني ما أشوف أن في شفافية كاملة في الموضوع هذا عندنا. لكن الأخطاء الطبية هي موجودة في كل دول العالم، وبالتالي أيضا هي تعتمد على مدى الجدوى، يعني الجودة عفوا، والمراقبة، فهي اللي تحدد مدى وجود نسبة الخطأ الطبي، لكن هي موجودة في كل دول العالم. تقريبا في بريطانيا 30,000 حالة وفاة بسبب الخطأ الطبي سنويا. نعم. وتقريبا كنسبة مئوية تصل إلى 11%، وفي أمريكا توصل ل 4%، وهذه أغلب الدول اللي إحنا دائما نسعى للعلاج فيها بالخارج ونحطها بأنها من أفضل الدول اللي فيها إمكانيات طبية، أيضا هي عندها مشاكل في الأخطاء الطبية. نعم، المحامية أبرار الصالح، شكرا جزيلا لك.